معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد الكاتب الصحفي أحمد الفراجي، مرحبا بك. كيف تقرأ بداية تصويت مجلس النواب على حكومة غير مكتملة بحسب موقع ذا ناشيونال؟ نعم، بداية تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. يعني أعتقد هذا هو جزء من الاضطراب الذي بدأ يشوب حكومة السيد عادل عبد المهدي. في كل عزيزي في كل حكومة، وهذا ما شاهدناه في حكومة السيد المالكي وكذلك حكومة السيد العبادي، هاتين الوزارتين الرئيسيتين هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، يكون هنالك خلاف حولها ولا يتم التصويت عليها. طبعا الخلاف حقيقة هو ليس على كفاءة الوزير الفلاني أو الوزير الذي قدمته الكتلة السياسية، إنما هو الخلاف بالدرجة الأولى على المكاسب والعقود في هاتين الوزارتين من تفريح. فالمغانم الكبيرة في هاتين الوزارتين هو من يدفع هذه الكتل السياسية إلى أن تتشاجر، إلى حد أن تخرج بعضها من البرلمان وبعضها يعني تجري اتصالات داخل الغرف المغلقة وداخل البيوت المغلقة من أجل إعطاء هاتين الوزارتين، إن كان داخلية وإن كان دفاع، إلى الكتلة الفلانية أو الكتلة العلانية. لكن أيضا هنالك تطور جديد لو تسمح لي، هو تطور أن العرب السنة بعد حكومتين متعاقبتين شعروا بأن وزارة الدفاع لم تعد تجدي نفعا لهم، وهم حقيقة يعتبرون أنفسهم محاصرين في هذه الوزارة ولا يمتلكون الصلاحيات، وهم يطالبون الآن بوزارة النفط، وهذا هو الشيء الجديد. يعني هذا هو الشيء الجديد في بدل الدفاع يعني. وأيضا هو ما يعقد حكومة السيد عادل عبد المهدي، وربما يعني سيكون هنالك سجل وسجال طويل وربما تتأخر. لكن لو تسمح لي، دعني فكرة، لو تسمح لي، أن الدعم الدولي والدعم الإيراني لحكومة عادل عبد المهدي هو سيمضي في 14 وزيرا، واليوم هو يقول أن وزارة الداخلية نعم. طيب سيد أحمد، يعني لكن عبد المهدي تعهد بعدم وجود محاصصة ولا وكالة، والآن هو يخالف ما تعهد به، يوكل لنفسه منصب وزيري الدفاع والداخلية. ما تفسيرك لذلك مع أنه قال بأنه سيحاول أن يلغي هذه الوكالة؟ مضبوط. أنا أعتقد وتحليلي المتواضع أن السيد عادل عبد المهدي هو أيقن أن هاتين الوزارتين ستكون عقبة وتؤخر عجلة حكومته، وأيضا ربما تسقطها. فهو يعني هذه خطوة ذكية منه لتولي حقيبة الداخلية وحقيبة ربما حقيبة الدفاع لينهي هذا الجدل، وربما في الأيام القليلة الماضية أنا أعتقد سيتم التوافق على هاتين الوزارتين، وسيقدم كل من السنة ويقدم كل من الشيعة مرشحهم لهاتين الوزارتين. لكن أنا كما أسلفت عزيزي قبل قليل قلت أن العرب السنة الآن هم يصرون على تولي وزارة أهمية من وزارة الدفاع، وهي وزارة النفط. هذا الذي يعني حقيقة نسمعه من بعض الكتل السياسية ومن بعض حاضرنا من بعض النواب، هم يصرون على أن تكون وزارة الدفاع لا ضير، أن تذهب إلى المكون الشيعي ويتم إعطاء وزارة يعني أكثر يعني سيادية. نعم، هي النفط. طيب، سيادة وأكثر في العرب السنة. نعم، إذا عبد المهدي مقيد في اختياراته بسبب الضغوط التي تمارس عليه، ولكن إذا كان عبد المهدي كان يعني ينوي توكيل نفسه، لماذا إذا كانت النافذة الإلكترونية، هل تجد في هذه النافذة يعني أداة ديمقراطية تعمل بها أي دولة في العالم؟ يعني حقيقة
حقيقة أستاذي العزيز، أنا أعتقد موضوع البوابة الإلكترونية هي منذ البداية حقيقة كانت يعني كذبة كبيرة اقترحها السيد عادل عبد المهدي. هو أراد أن يقدم شيء للمواطن العراقي، أيضا جزء من يعني للأسف لم يعني حتى هذا اليوم لم يتم اختيار أي شخص من البوابة الإلكترونية، مع العلم هناك الكثير من الكفاءات العراقية التي قدمت نفسها. والغريب أيضا يعني لم يعني حكومة السيد عادل عبد المهدي 14 وزيرا حتى هذه اللحظة، هو يقول إن الحكومة ستكون غير طائفية وستكون غير يعني لو جئنا الآن وبدأنا نبحث عن السيرة الذاتية للوزراء الذين تم يعني تم اختيارهم ونيلهم ثقة من البرلمان، هم حقيقة أغلبهم إما أقارب يعني جمال الكربوني وإما أقارب يعني شخصيات أخرى وربما أقارب رئيس الوزراء العراقي الأسبق. وقالها علاوي، قال إن كتلتين، لا يوجد شيء، نعم قال إن كتلتين تسيطران على الحكومة إياد علاوي كما قال سائرون والفتح. شكرا جزيلا لك من بغداد، كاتب الصحفي أحمد الفراجي.